فإننا نعلن من هذا المكان نحن شيوخ وأعيان وحكماء ومنظمات المجتمع المدني الطوارق بمدينة باري، نعلن تأييدنا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ونؤكد أن ليبيا وحدة واحدة لا تقبل التقسيم إلا على نفسها، ويجب على الجميع المساهمة في توحيد الكلمة ورص الصفوف لاستعادة الوطن وهيبته وسيادته، والعمل على توحيد كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية حتى نستطيع أن نصل إلى بناء الدولة الديمقراطية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى يتمكن الشعب الليبي من العيش الكريم فوق الأرض بكل حرية وسعادة وهناء. ونطلب من آمر منطقة سبا العسكرية الفريق ركن علي سليمان كنا تولي زمام الأمور الموكلة إليه لبسط الأمن في الجنوب الليبي. الله أكبر! الله أكبر! وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينعم على بلادنا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيوخ وأعيان وحكماء ومنظمات المجتمع المدني الطوارق بمدينة باري وادي الحياة. وفاء لدماء شهدائنا الأبرار الذين سطروا ملاحم تاريخية في سبيل الدفاع عن الوطن ومقدراته، وتمسكا منا بمبادئ الوحدة الوطنية وحفاظا على وحدة التراب الليبي الذي لا يقبل التقسيم إلا على واحد، وتلبية منا لنداء الوطن وإجلالا لتضحيات أبطال بركان الغضب وعملية عاصفة السلام والدماء الزكية التي سالت من أجل الدفاع عن السيادة الليبية وعلى كامل التراب الليبي ورد العدوان عن عاصمته الأبية وبناء الدولة المدنية ذات المؤسسات السيادية التي تحترم فيها الحقوق والحريات. فإننا نحن منتسبي الجيش الليبي والثوار والقوى المساندة نجدد تأييدنا وتمسكنا بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ونبارك الانتصارات التي تحققت على أيدي جيشنا وتوارنا البواسل. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! في رد العدوان على عاصمتنا والانتصار على مشروع قوى البغي والطغيان التي تسعى إلى تدمير بلادنا وإعادة تمكين نظام حكم الفرد فيها. كما نعلن إننا على أهبة الاستعداد للعمل على استعادة الوطن وهيبته وسيادته. بما يحقق للشعب الليبي الحرية فوق أرضه دون وصاية من أحد. وقواتنا العسكرية والقوى المساندة رهن إشارة آمر منطقة سبا العسكرية الفريق ركن علي كنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعاشت ليبيا حرة موحدة، والمجد للشهداء الأبرار وحدات الجيش الليبي والقوى المساندة بمنطقة باري. صدر بمدينة باري يوم الاثنين بتاريخ 8/6/2020. الله أكبر ولله الحمد.